صباح الخير لالا سنة. صباح الورد والياسمين، كي صبحتي على خير لالا سنة؟ كي دايره العائله ديالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحجه والحاج الحمد لله، بارك الله فيك. انا فرحانه اليوم لانه منوره ميد راديو، النور ديالكم هذا اللي خطيكم، بارك الله فيك. المستمعات مرحبا بسلامك الحاجه. تنسلم على الطاقم التقني والمستمعات، الله يبارك فيك. تنسلم على عائشة السعيدي وتنقول لها سنة سعيدة وعيد سعيد ديال عيد الميلاد ديالها. عيد ميلادها ويا العائلة ديالها. وتنسلم على حرية دار ان شاء الله الكبيرة هي ميد راديو. الحمد لله اللي جمعت كل المستمعات. وتنسلم على زبيدة الشافعي وعلى سعاد متزنيت وعلى ديكا سميتها نزام طنطان. ايه اختي ساسية الحلويات. وتنسلم على ديكا سميتها مسارة، تنتمنى لها ان شاء الله حج ان شاء الله مقبول. يا ربي امين، عمره مبارك ان شاء الله. ان شاء الله بالخير وعلى خير. يا ربي امين. وتنسلم على سارة بنتها. وتنسلم على لبنى. ايه ديال ميد راديو. ايه مستقبلة المكالمات. ايه تحية لكل الصديقات المستمعات فلوريدا ديال ميد راديو. الله يطول عمرك، بارك الله فيك. انا عارفة انه راه تقريبا على السنة المهداوي الحاجة فاطمة. ايه تحياتنا السنة المهداوي الحاجة فاطمة تقريبا من مراكش. ايه واللائحة طويلة مدى بينا على انه نذكروا كل السيدات المغربيات اللي كيتواصلوا معنا. ما تهضرش ميد راديو رانا دابا صحة، دابا مع الصحة دابا اللي ما عنديش. عارفين اللي كاين فعلا وصراحة. شوفي ما نغيبش عليكم قداش فعلا الحاجة فاطمة. يعني هذه تقريبا أكثر من سنة باش ما تواصلتيش فيها معنا، ولكن أنا عارفة أنت دائما الحمد لله كتسمعينا. أيه أنت مستمعة وفية وأنا كنشكرك لأنه دائما كتواصلي فيها سواء 2000 درت ديال 1900 أيه هوات مغربية تقليدية كنت قدمتي لنا ديال 1900 ودي كاسميتها 11 درت ديال 1910. ايه انا عارفه ديما كتواصلي معنا سواء في الهاتف الشخصي ولا في الاس ام اس، يعني دعواتك وتواصلك معنا ديما حاضر لاختك علينا. بارك الله فيك ديما ان شاء الله ميد راديو ميد راديو. يا ربي امين، بارك الله فيك. حاجه فاطمه نبداو على بركه الله لانه عندنا شهيوات متنوعين. واخا نبداو بشلاطه. عندنا دابا جوج مخاخ ديال الغلم غادي نديرهم دابا في طنجره وديروا عليهم معلقه ديال الخل وشويه الملحه وحامضه معصوره وتنسقوهم هكذاك. دابا تنسقوهم على اربعه تندخلوهم للفران. دابا تندهنوهم بالزبده والصلصه ديال الشجر. عندنا دابا السلطه، عندنا السبانخ جوج ربات ديال السبانخ، وعندنا جوج ديال الكرفس، وعندنا جوج ديال المعدنوس، وعندنا وحده ديال البسباس. دابا تنشدو هاد السلق كامل تنسلقوه وتنصفيه وتندوزو في المقلاة وتنديرو ليه الصلصة. الصلصة مصايبها أنا. دابا عندي فيها زيت العود، عندي نص كاس ديال الرومية، نص كاس ديال زيت العود، عندي فيها معلقة ديال الكمون، عندي التومة، عندي البرو محكوك وحدة راس ديال البرو، عندنا فيها ديك سميتها مصير، طريف ديال المصير مقطع داين تين السماء. ايه عندنا فيها الملح حسب الذوق. عندنا فيها التحميره معلقه صغيره. تتنجمع هذا الخليط كل الثومه دابا محكوكه. ايه وتندوزها في المقله حتى تتنشف مزيان. تيكون عندنا دابا القوق تنشدو تنديرو في الطنجره حتى تيتسلق وتنحيزو له الورق ديالو كامل وداك الشعر ديالو. تنحيزو تيكون عندنا الزليفات ديال القوق الكبير. واخا دابا ملي تنديرو لها الصلصه ديال الشجره حتى هي تنسدوها تنعمرها في دوك تنديرو لها الزيتون. دابا الزيتون مقطع توا تنسحروه شي شويه مع داك مع السلق. دابا تنجمعوهم تنديرهم دابا في دوك الزليفات ديال القوق ديال القوق. اييه تنشدو داك المخم اللي تينشف لينا في الفران مزيان وطيطب تنقطعوه دويمات تصريفات. دابا تنديرو دابا في البلاطو تنديره هو في الوسط وتندورو به دوك القوق عامر بالسلطه اللي درنا. اييه صافي. وما ننساش دابا واحد الربطه ديال الورق ديال الخيزو تا هي تنديرها مع السوق. الورق ديال الخيزو. اييه كله فوائد الله يعطيك الصحه. دابا ملي تنديرو هادشي تتسحر عندنا وتنجمعو في داك القوق
وتنزينه بطريفات ديال الحمض. هذه هي السلطه تندوزوها. ايه سلطه ومميزه. اما انا ما جربنا يعني المخيخات مع القوق بهذه الطريقه. ايه تبارك الله عليك. وبالسبانخ. السبانخ بالورق ديال الخس والمعدنوس دابا ملي كان وداك واسميتو. وعندنا دابا البسباس دابا حتى ورق. ايه دابا تنسمو به. البسباس فين ممكن نستعملوه؟ تنستعملوه في السلطه حتى هو مع السق كلشي مره وحده. وتنخلوهم للطنجره تيتسقوا وتنصفيهم. من بعد تنصفيهم تنشحروهم. ايه تنشفيهم داك الماء؟ السلطه في القوق. دابا القوق تنشدو تنحيزو ليه الورق ديالو وتندخلوه للفران تندهنوه بالزبده تندخلوه للفران تينشف. عاد تنخرجوه تنعمرو في دوك الزيفات ديال القوق تنعمرو فيهم السلطه. فهمتي مزيانه لالا كلام؟ ايه مفهوم. الله يعطيك الصحه. واخا دابا غادي ندوزو للبصله ديال السمان. ايه واللوز. واخا عندنا دابا كيلو ونص ديال اللوز. كنشدو تنخلعو له القشره وتنحمرو في المقلاة حتى تولي عندنا سطيبه ما تنلبسوش بزاف. تنطحنوه تنزيدو عليه الزهر وتنزيدو عليه معلقه ديال المسكال فاسي الحره. ايه وتنزيدو عليه دابا الزبده ومعلقه ديال القرفه البلديه. واخا تنعجنوه مزيان تنزيدو عليه سنيده نص كيلو ديال سنيده تتندلكو مزيان داك العجين ديال اللوز تنحطوه على جنب. تجيبو دابا 8 ديال السمان تندخلهم للطنجره تنزيدو عليهم الزعفران الحر الزعفران ملون. تنزيدو عليه معلقه ديال القرفه معلقه ديال سكنجبير تنزيدو عليه معلقه ديال المروزيه صغيره غير صغيره. تنديرو نص كاس ديال الزيت تنديرو الملح على حسب الذوق. تنطيبو دابا هاد السمان تنحيزو ليه العظم ديالو تنطرفوه على جنب. دابا تنسقو البيض ديال السمان تنقطوه على جوج تنجيبو الورقة تنديرو ياك ما تنزرب. لا لا كنسجلو معاك. تنجيبو الورقة ديال البصيلة تتكون عندنا دابا هاد البصيلة دابا تنقولو لها بصيلة سباعية. دابا عندنا فيها هاديك الطوا ديال المول ديال البسطيلة كيكون عندنا دابا فيه سبعة الكواري. هكذا هذاك اللي فيه الشكل ديال سبعة ديال الكويرات. سبعة الكواري تنسميوها السبعية. واخا مزيان باش الناس يفهموا مزيان. فعلا كتعطي منظر. دابا غادي نسدو هذوك الكواري غادي ندهنهم بالزبدة وندهنو المول كامل. ندهنو بالزبدة البلدية. دابا الزبدة عندنا ندوبة وتنحطو حدانا. دابا نسكيلو دابا من بعد تنديرو ربعة في اللوز تنجيبو ربعة للدين ديال البسطيلة. تنبداو تندهنو بها تنحطو داك تنعمرو داك القوالب باش ميت تنخلطو داك السمان تنخلطوه مع داك اللوز. تتخلط مزيان. وتنزيدو عليه الزهر ديك القرعة ديال الزهر الصغيرة ديال الزيت. تنخوي داك العجين تنعجنوه مزيان فيه السمان وفيه اللوز وفيه التوابل اللي دابا اللي دازو. تنعمر ديك البصيلة وتندير دوك الكويرات تنعمرهم من الجنب. اي دوك الحفيرات. وتنعمر الوسط ديالها. تنعمرها تندير الورقة تندير ثلاثة د الورقة في الوسط في التحت ديال الطوا. تنجيب ثلاثة د الورق من الفوق ملي تنعمرها ملي تنعمرها. وتنعاود نجيب ثلاثة أخرين ملي تندير البيض مقطع. كلشي تدين بالزبدة. ملي تنبغي نمونطي تنجيب دوك ثلاثة التحتانيين هما اللي تنمونطي بهم الفوق. عاد تندير واحد الورقة كبيرة تنمونطي بها دابا البصيلة من الفوق. جمعوا بها من الفوق. تنمونطيها مزيان وتنسديها دابا بالبيض. الصفر ديال البيض. الصفر ديال البيض. باش ما غاديش تحل. تندخلوها الفران زعما أحسن زعما كاع اللي نديروه هو الفران ديال الزقة. أييه. دابا حيت هي عندها الكواري تحمر من الفوق وتحمر من التحت. تنجيبوها ملي كان دابا تنبغيو نقدموها تنديروها في التبصيل. تزيين تنقدموها دابا تنديرو دوك الكواري هما تيوليو الفوق. ملي تنزلوها تنزلو الكواري الفوق. دابا تنخططوها بالسكر كلاصي وتنديرو لا تخطيط ديال القرفه البلديه دابا تكون مشطقه مقاده ماشي شي حاجه يكون داك الشيء دابا مزيان. دابا تنقدموها هادي هي البصيله دابا اللي هي ديال السمان واللوز والبيض ديال السمان. أيه. دابا نبدلو الشيوات شويه. اييه فعلا. دابا تندوزو
عاوتاني الطاجين ديال المقفول. واخا اذا سمحتي غادي ناخذوا طريقه تحضير المقفول باللوز وزبيب من عند الحاجه فاطمه الداوي دائما في الشيوات لاله مولاتي بعد الفاصل. يلا واخا نجي ندير المقفول باللوز وزبيب. تفضلي الحاجه فاطمه. عندنا دابا طاجين ديال الدجاج فيه ثلاثه طور ديال الدجاج بلديين. اييه تنفصلهم بالمنصار من الوسط. تيولوا عندها سته طروفه. اييه دابا تنديرهم في طاجين كبير وتنديروا لهم الفاخر. وتنديروا دابا ملي تنديروا تشرميله تنشرملو بالثومه وعندنا البرو وعندنا قرفه وعندنا الكزبير وعندنا الزعفران الحر وعندنا السمن ما يكونش حار بزاف يا شي شويه. جيج معاك دابا عشر غورين ديال الزبده تكون دابا نديرها والملح على حسب الذوق. وعندها مصير تنخلطوا هذا الخليط. عندنا الزيت الزيت دابا الزيت روميه وما تنديروا الزيت العود دابا هي تتخصها الدجاج. دابا تنشرملوها التشرميله كلها وتنقدي داكشي في الطاجين دابا تتشربو تنشحرو مزيان عاد تنستفوه تنزيدو عليه ديك البصله الصغيره البصله الصغيره اللي تنخلي له تنقولها المزه. اييه تنديرها دابا في الطاجين تنستفوها تردو حتى طيبين مزيان وتنديرو ليه تنديرو ليه اللوز دابا اللوز ماركونا هذيك الغليظه. دابا هي تطيب تتولي بحال البطاطا. دابا تنستفو على الطاجين وتنسدو عليه تنخليو البطاطا يطيب مزيان وتنديرو ليه دابا الزبيب ابيض ما تنديروش داك الزبيب الاسود هكداك تنديرو الزبيب ابيض تيكون كبير شي شويه. تندير تنسلقوه عاد تنديرو في الطاجين باش يحيد لنا الغبره. دابا ملي تنستفوه تنخليه حتى تطيب شي شويه على الثاني وتتحمر شويه وتنزيدوا عليه شي شويه ما تنديروش فيه الربيع راني ما ناسياش الربيع. اييه هذا القفل ما تيكونش فيه دابا ولا شي حاجه. دابا تنشدوا دابا داك البيض تنطربوا عشر البيضات بلديين. تنزيدوا عليهم معلقه ديال القرفه صغيره تنزيدوا عليهم شويه ديال المسكه الحره تنطربوا مزيان داك البيض تيطرب مزيان. دابا تنخويو فوق داك الدجاج. اييه من الفوق تنخويو فوق داك الدجاج تنجيبو داك الزبيب تنخلطوه معاه حيت تنبغيو نخويو تنخويوه. دابا تنجيبو ديك العافيه اللي كاينه في الطاجين تحت الطاجين. اييه تنجيبوها في واحد الطاوه ديال البصيله تكون مسطحه. تنعمرها بديك العافيه. دابا تنخليوه دابا مده نص ساعه ولا ساعه وهو دابا ديك العافيه فوقه دابا تيبي داك الشيء تيبي المال. اييه بين الطبخ المغربي راه ماشي سهل فعلا. تنخليو داك الشيء تطيب مزيان وتتحمر عندنا. دابا داك البيض ملي تنبغيو نديرو تنحكو فيه شي شويه الفرماج دخلت عليه تحسينا باينه شي حاجه عصريه دد البيض الفرماج الاحمر. وداك دابا داك الزبيب الابيض تيتنفخ في وسط داك البيض هكذا كيعطي واحد المنظر و دابا تيعطي واحد الزين واحد الديكور واعر. اييه دابا ملي تنقلعو ديك الطاوه تنحيزو ديك العافيه تنصيبو داك الطاجين محمر من التحت ناشف. دابا تنشفو البيض وتتنشفو العافيه ديال الفوق. اييه اللي درنا في الفوق العافيه ديال التحت تولى عندنا بحال الشوا مشرمل ديال الدجاج وتيتسمى بالمقفول وداك البيض دابا تيشرب ديك المرق ديالو. اييه وطيب على الفخر هذاك الفرماج وداك الزبيب وداك اللوز. هذا ديال شي نزاهه هذا الطاجين. ايه دابا تنقدمو لك على لا سنه. الله يطول عمرك بارك الله فيك. دابا تيكون عندنا فيه طريفات ديال المصير ماشي البابا ديال المصير. اييه دابا قصر البابا راه ما تدارش دابا في الطبخ. راه تتمرر الماكله. تتمرر فعلا هي البابا. دابا داك المصير مزيان من الملحه ونقطعوه شرايح. اييه ونجيبوه من الجنيبات غير جوج طريفات ماشي بزاف كاع. تنزينو به الطاجين. واخا دابا وعندنا غادي ندوز هذا هو الطاجين المقفول تنقدموه. اييه دابا غادي ملي تنبغيو نقدموه دابا تنحطوه في الطيفور. الطيفور ديال الفضه ما تنحطوش مباشره هكاك. الزين دابا عندنا الزين. دابا ملي تندوز عاوتاني غادي نعطيك واحد العصير تيتقدم حتى هو زوين. واخا دابا غادي نعطيك المونكا. مونك وغادي نعطيك دابا البطيخ ديال السوق داك الصغيور. اييه غادي نقطعوهم ونديرهم في الباطور كاس ديال الباطور ونزيدو عليهم عصير ديال الليمون تنصيبو بيدنا داك الليمون المنتج الكبير. اللي بغى السكر تيزيدو فيه اللي ما بغاش تيشربو دابا طبيعي. اييه دابا هذا هو العصير اللي عندي.
يعطيك الصحة وعيشي لهم ديال السنة وكل خير والله. ما كان صحاب بالهضرة ولا بحلاوة كلامك ولا بالشيوات اللي كتعطينا. ما غاديش نغيب عليك. الله يبارك فيك. راكي تقيدي لي الغيابة لالا سنة. واش غادي نقول لك؟ راه تبارك الله عليك والله ما كنسخاو بك. الله يطول عمرك بارك الله فيك. الشفاء لام ياسين. يا ربي امين ان شاء الله. تحياتنا للام ليلى ام ياسين. شكرا لك بزاف الحاجة فاطمة الدودي على هاد الشيوات والاقتراحات اللي قدمت لنا. دائما مستمعة وفية جدا. انا كنتمنى الخير والبركة ديال البرنامج لانه في اول مرة توصلت معنا يعني دعات معنا الحمد لله ودائما كتدعي يعني مع ميد غاتجيو بالخير ان شاء الله وقدمت لنا شيوات مغربية واللي دخلت عليها تحسينات عصرية. فنتمنى انكم تكونوا سجلتوا هاد الشيوات المغربية اللي قدمت لنا الحاجة فاطمة الدودي بمراكش.